هلا بنات، معكم ميك اب ارتست اشواق العنزي. اليوم ان شاء الله راح نسوي لوك سهره، راح استخدم ترابيات لان غالبا اغلب البنات يعتمدون الترابيات. سهل، خطواته حلوه وبسيطه ويعتمد على الوان الترابيات. تابعوا التوتوريال للاخر. بدايه راح استخدم لها مثبت المكياج من انستازيا، راح استخدم لها من ميك اب فوريفر سكن بوستر، كمية بسيطة منها تساعدني في تحضير البشرة وترطيبها. راح استخدم لها فونديشن من شيسيدو فول كفر. اوزع لها الفونديشن بسفنجة من بي جي بيوتي. جربت يا بنات هذا الباليت في وايد درجات، راح استخدم درجة غامقة تخفي الهالات. نفس الباليت راح استخدم الدرجات الغامقة ككونتور. ميك اب فوريفر راح نستخدم بودرة تثبيت. من باليت كيفن اوكون، باليت فيها وايد درجات كونتور هايلايت بشر، هستخدم درجات وردية. راح احط لها رموش من دلال كوزمتكس شيك.